الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الكرام. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم يسر لنا محبتك وبارك لنا فيها، اللهم ارشدنا إلى ما حاسن الأخلاق واجعلنا من خير عاملين بها، آمين يا رب العالمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته القربة. احنا ما زلنا بحول الله تعالى وبالتوفيق منه نطرح بعض الطرق للغوص في فهم القرآن. اليوم ان شاء الله تعالى سنركز على آية 73 من سورة الأنعام، وآية 5 من سورة يونس عليه السلام. في الأنعام يقول ربنا جل جلاله عم نواله، وهو الذي خلق اختراع من الله، لا اختراع سوى اختراع الله. قال هنا في الفن خلق، ما هو خلق الناس سواهنا، لا خلق الا بامر من الله، اذا اراد امر فانما يقول له كن فيكون. هذا هو الخلق الحقيقي، والخلق امن بكل انواعه يصنع وحدة الوجود، وحدة الخلق، وحدة المخلوقات، وحدة الكائنات. أما البشر ماذا عندهم من الخلق؟ وغالب الأحيان الناس تعيش تحت سلطان إبليس، يصور لهم ما أراد بتضليلهم وتوليدهم مع الله. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، يعني بغرض بديع، بغرض في عدل وفيه اتقان وفيه قدرة وفيه شيء لا يمكن أن يتصوره الإنسان، هو فقط عند الله. أسرار الحق هي ما يعلمها إلا الله، يعني كيف تكون السماوات، كيف تكون التواريخ، كيف تكون الحيوانات، كيف تكون الأمطار، النهار، البحار، هذا كل ما يعلم إلا الله الحق. ولطبقات الأرض، وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، يعني يوم يقول فيكون شنو؟ يوم الخلق، ويوم البعث، ويوم الفرج. هؤلاء من الجنة خالدين مخلدون، وهؤلاء من الجحيم ونحن بئس المصير. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويوم يقول كن فيكون، قول الحق والعام، لأنه رمى إلا قول المولى فعل، هو الذي يحدث أشياء أو يبيدها. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، ويقول كل فيكون، قول الحق. قول الحق يحب يغفر المغفرة حاصلة، يحب أن ينقذك الإنسان مناه وتقل تحت غضبه فيعفو. وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق، وهو يقول ويوم يقول كل فيكون، قول الحق. وله الملك، هو الملك المالك، وله الملك يوم ينفخ الصور، يوم يقول كن فيكون، يوم ينفخ في الصور، يعني الصور يوم ينفخ في الصور. عالم الغيب والشهادة، من خصائص الله أنه مطلع على الغيب الذي خلقه، ومغيب على بعض خلقه أو كل خلقه، والشهادة ما يشهد الحيوان من ألوان، ما يشهد الجو من كهرباء ومغناطيس ونمط، وهو الحكيم الخبير. حكمة، أن يرى كل شيء بموضع الذي يجب أن يكون، ويعطيه الوظائف التي يجب أن تكون منها ملتصقة لذلك الشيء. والخبير هو العالم بكل شيء، الإكسبيرينيوها. بسم الله، الآية 5 من سورة تونس عليه السلام، كيف يقابل اذكر ما ورد في الآية السابقة، يقابله
نوع من الخلق الذين يعلمون، أي عندهم خبرة، عندهم اكسبرتيز. ماذا يقول ربنا في آية 5؟ هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. هنا إبداع في الخلق، هنا يعطي لكل جنس من خلقه وضع معين. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا. الضياء ربما أغلب النور لأنه ربما أوسع وأعمق تأثيرا، وربما لا وصلت للطاقة الأكبر من طاقة النور. والقمر نورا وقدره، أي القمر منازل، يعني 12 منزلة، قدره منازل لتعلم عدد السنين. وهؤلاء المختصون بتقدير الزمن هم أعلم منا بسر هذه الكلمة، لتعلم عدد السنين والحساب. حساب هو خلق في التجارة، حساب لتعقيد نتائج عمل على المدار، أو في علم الاحتمالات التكنولوجية. عدد السنين لتعلم عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يعني قصد يعلمه الله الحكيم الخبير. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات أي ينوعها لعلامات ربوبية، علامات وحدانية، علامات رحم، علامات سلطان، علامات جبروت، علامات قهر لخلقه، قهر ليس فيه ظلم. ذلك أيوة ما خلق الله ذلك إلا بالعقل، أي علم الحساب، علم الثمن، علم التاريخ، علم الصحيح الرياضيات، هو صحيح نسبيا من الرياضيات متنوعة، جيومتري بلان، جيومتري سبان، جيومتري كوتين، جيومتري كليبيان وغير تقليدية. وعلم تعلم عدد السنين والحساب. ما خلق الله ذلك إلا بالحق، في فصل الآيات لقوم يعلمون، أو الآية السابقة أي كما سمعنا من سورة الأنعام قبيل. هنا القوم يعلمون، تبدو آية القرآن تلقاه وحدة تلقاه سجان، ولن تعثروا على أي تناقض أو سهو أو نسيان. نسأل الله السلامة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة